السلام عليكم. لا تخلو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الحرائق التي عرفتها مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية البويرة وجيجل وبجاية، أين تم تسجيل عدة ضحايا للأسف. وقالت مصادر من وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 15 مواطن لقوا مصرعهم جراء هذه الحرائق، كما تم إجلاء عدة عائلات من منازلهم إلى مناطق آمنة بعدما حاصرتهم النيران. كما تداول رواد الفيسبوك فيديوهات صادمة للحظة هروب العائلات، فيما طالبوا الكثيرون بتدخل الطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق، خاصة وأن السيناريو يتكرر كل عام.